مصطفى مبروك طبعا التصنيف الثاني ده اول مره توصلوا ليه في رحلتك صح؟ طبعا انا سعيد في البدايه، سعيد ان انا اكون مع حضرتك النهارده، وصراحه يعني دعم من اول يوم وعلى طول مباركات، ودايما من اول يوم هنا لما جيت كنت رانكي تصنيفي بعيد قوي، يمكن كنت في الناشئين، وفاكر يعني وانا كنت صغير قوي. الحمد لله سلمه سلمه ان شاء الله نحو كنا معاك القمه في ان كل شاء خطوة الله. من دي الحمد وكنا لله سعداء بكل إنجاز بتعمله. الحمد لله والله. طب أنت كنت متوقع إن أنت رايح التاني، يعني أنت بتبقى حاسب نقاطك وحاسب دنيتك، كنت شايف إن أنت رايح على تصنيف أحسن، أنت كنت التالت بادئ التالت، رحت على التاني كنت دارسها وعارف أنت هتروح، لا ولا لا دي لا جت خالص، فجأة؟ جت فجأة سوا. يعني انا كنت بتكلم على بابايا في التليفون وبقول له بقول لك ايه، انا هبقى التاني بعد البطولة دي. فالموضوع يعني جه كده خالص، ما وسبحان الله يعني دايما لما بيحصل حاجة ويحصل لي إصابة، او دايما في اوقات ان انا اخسر من حاجات او كده، دايما ربنا بيوفقني طبعا الحمد لله، وبعديها بكسب بطولة كبيرة مش متوقعة او صح، مش في الحسبان خالص. يعني بعد العسر يسر طبعا، الحمد لله يعني انت الحمد تعرضت لله لمواقف كتير صعبه، وهنتكلم عن كل حاجه طبعا. النهارده هنتكلم. طيب هخش معاك بقى، يعني ايه في البدايه انت كان عندك الموسم ابتدى مثلا نقول من شهرين ثلاثه، البطولات اللي انت لعبتها يعني عايزين نستعرضها سريعا، نقول انا لعبت كام بطوله، وهل البطولات دي بالنسبه للعيبه الثانيه انت لاعب زيهم ولا لاعب اقل ولا لاعب اكتر، يعني عايزين بقى نتكلم فنيا شويه. لا اتفضل مصطفى. لعبت. هي طبعا منظومة المحترفين عندنا بتقسم من 10 بطولات، تقدر تلعب أحسن 10 بطولات ليك، ممكن تلعب لمدة 30 بطولة مثلا أو 40 بطولة، فعلا بس مفتوح. هتتقسم على 10. فأنا الوحيد اللي لعب 9 بطولات، لعبت 9 بطولات طبعا، كان في اقل ببطولة. أقل ببطولة، واللعيبة الباقية أي واحد في التوب 10 الموجودين أقل واحد لعب 15 بطولة. برافو. دي صعبة جدا يعني، والحمد لله يعني توفيق طب من عند ربنا فسرها لي، كبير. فسرها لي. طب يعني هل عشان الكواليتي بتاع التسعه اللي انت لعبهم واخد مراكز فيهم بالظبط. فبتدي نقط اكتر، اللي لاعب 15 ممكن يكون لاعب بطولات خرج مثلا من التمهيدي، يعني فسرها للساده المشاهدين ده حصل ازاي؟ بالظبط، ان هي 9 بطولات دي الحمد لله انا داخلها، احنا عندنا طبعا اعلى نقاط اللي هي البطولات البلاتينيه، بعد كده بطولات جولد، بعد كده بطولات سيلفر، بعد كده برونز. تمام. انا بخش بقى البطولات البلاتينيه والجولد، ما بخشش اقل من كده، دايما بحب العب اللي هو لا انا دخلت البطوله دي اركز في البطوله دي ان شاء الله ربنا يكرمني اخدها، بس كده ده اللي انا بفكر فيه. فالحمد لله كسبت كذا بطوله ورا بعض، كسبت الجونه في الاول، كسبت دي كانت بطولة بلاتينية، كسبت، خدت طبعا نقاط كبيرة. بطولة العظماء الثمانية دي أعلى بطولات، إن هي نعم بتخش البطولة الوحيدة اللي بتخش كده كبونس يعني صحيح نقط، فاهم؟ صحيح. وكسبت الحمد لله بطولة جولد كانت في النص سويسرا، سويسرا وكسبت برضو هونج كونج الأخيرة في شهر 12 دي كانت مفاجأة بلاتينية. الصراحة، دي كانت مفاجأة، مفاجأة مفاجأة ومشوار كبيرة. بعيد والدنيا كانت صعبة. أو كان عندي كان كنت كان البطولة اللي قبليها على طول كانت بطولة جولد في سنغافور، للأسف أول مرة انسحب الإصابة، رينا وشفنا. وكانت إصابة تقيلة جدا جدا جدا، وخلاص كان كله بيقول لي أنت ما ينفعش يعني ما ينفعش تسافر، ما ينفعش تروح هونج كونج، تبقى راح هونج كونج كانت تعمل فين إيه؟ كانت فين كان الإصابة في مصطفى؟ سنغافور، كان كانت فين في كتفك في رجلك ولا فين؟ فكان في إيدي يعني. فين؟ يعني كان الموضوع كان صعب، أول مرة يحصل لي، و انسحبت المباراة برغم انت كنت متفوق، انا سمعت انسحبت قدام. كان 10-9، كان لسه بنلعب يعني في أول شوط خالص، ويعني ممكن نسميها عند مع غباء مني شويه، ان انا كنت عايز ان انا اروح هونج كونج وعايز العب البطوله دي، تعنيد، انت عنيد يا مصطفى وقلت لبابا انا هلعب البطوله دي، ومدربيني كلهم وكابتن احمد حسني وكابتن محمود عبد القادر وكله ارجع بالرغم يا ان انت ابني الاصابه انسحبت، يعني هو ده طبيعي البطوله اللي بعدها ما تلعبهاش. ومش عارف العب انا لمده 3 4 ايام هناك في سنغافور قاعد معاند مش عارف العب سكواش، مش عارف تمسك مش المضرب. عارف امسك المضرب، فانا رايح اعمل ايه؟ فبعديها طبعا كله متفاجئ ان انا لسه قاعد هناك. سبحان الله ماتش مع ماتش مع ماتش لعبت هناك، ما اعرفش جات لي منين، بس سبحان الله من اول يوم كنت حاسس ان انا هروح اكسب بطوله، ما اعرفش ازاي، بس صعبة صعبة. كنت الحمد لله كسبتها في الاخر. طبعا ده لعيبة لعيبة كل لعيبة العالم موجودين، اللي كانوا موجودين في البطولة اللي قبليها ما هو رايحين، لان هم المسافة طيران قريبة من بعض، من ثلاث ساعات سنغافورة ثلاث ثلاث ساعات من ساعات سنغافورة لهونج كونج، مش هترجع تاني مش القاهرة هترجع اصل تاني. بقول. بالظبط فكل اللي كانوا هنا راحوا هنا، بالظبط، ده انت زاد بقى ان انت اتصبت. وكنت هرجع نمر 5 نمر 6 كمان لو كنتش لعبت البطوله دي، فانا كان هلعبها اللي هو لو يحصل ايه هلعبها. والحمد لله ربنا وقف في طريقي ناس هناك، رحت الدكاتره عالجوني يمكن شويه، بس الحمد لله لما رجعت هنا كمان مصر بعد البطوله دايما بتلاقي الدعم من النادي الاهلي، دايما موجود من النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي يعني. دكتور رجعت على طول، كنت بفكر ان انا اروح المانيا وافكر اروح قطر، لازم اعالج موضوع بروفيشنال عشان يعني برضو تخلص من الباب ده في دراعي وتقفله. دي برضو صعب. فبالظبط تقفل. رحت لدكتور سامح ظلام، احب حبيبي اشكره دكتور سامح. يعني 3 اسابيع دلوقتي في شغل عالي جدا على اعلى مستوى،
ممكن ما شفتوش يعني، انا بسافر وبروح هنا وهنا وهنا، لا لا دكتور مفيش سامح حد حط التركيز ده كله في الحته دي. بالمناسبه بقى دكتور سامح، دكتور او اخصائي العلاج الطبيعي لفريق الكره الطائره رجال يعني، بس هو انت احنا عارفين انا وانت كده بس سامح مش عارفين، فهو يعني الراجل من ولاد النادي واهلاوي صميم، فبقالك 3 اسابيع بتعلمه. واللي بينفذ البرنامج دكتور الحسن برضو، مدرب الاحمال البدنيه في كره الطائره فيرست تيم. بحب اشكرهم جدا على الدعم الكبير ده والتركيز الجامد قوي ده، هو يعني دايما النادي الاهلي بيظهر في الحاجات دي، طبعا والحمد لله انا فخور جدا انا يعني ابن من ابناء النادي الاهلي يعني. طب قول يا مصطفى، يعني يمكن بطوله هونج كونج انت، بس انا في الاول عايز اقول حاجه، 9 اكبر من 15 يعني، بس عشان ايه، انا مش قصدي اسقط حاجه يعني التسعه بتطلع اكتر من 10 وتطلع اكتر من 12، فهو عدد بطولات مصطفى 9 ولكن هو محقق فيه نقاط اكتر من لاعب 15 بطوله، فطبعا ده يعني ده بيحط لود معين، لان انت مش بتشارك في بطولات اقل من درجات معينه، فده بتروح تلاقي منافسه جامده جدا، انت ممكن تلم نقط يعني بطوله قويه من دي تعادل مثلا 3 بطولات صغيرين. طبعا فانت بتحط اللود عالي جدا في وقت ضيق، فده تحدي صعب جدا. انا فاهم اللي انت بتتكلم فيه كويس، جدا تحدي صعب جدا جدا. لا لا نفسي. طب انت قبل هونج كونج كان عندك حاله شويه من الاحباط من غير الاصابه، ايه يا مصطفى اللي حصل؟ مشاكل كتير، مشاكل كتير. المشكله ان المشاكل دي طبعا يعني الناس كلها عارفه ان انا توقفت قبل كده من شهر 1 لشهر 3 في شهرين. نفسيا كمان في مشاكل كبيره بره الملعب مش هقدر اتكلم عنها. لا طبعا قبل بطوله هونج كونج مشاكل كبيره جدا، حاجات كتيره جدا غير الاصابه، يمكن مثلا القرارات تانية تحصل تاني، انت مش عارف حاجه. الآن فكرت ان انا الآن ابطل من كمية التيار المعاكس اللي مقابلك بالظبط. من جوه هنا. وكلمه ابطل دي انا مستوعبها، انا ممكن عندي 21 سنه بس انا مستوعب يعني ايه ابطل. فكرت ان انا تبطل قبل هونج كونج؟ فكرت ابطل قبل بطوله هونج كونج، انا وبابايا ومامتي خدنا القرار، قلت لهم انا عايز ابطل، انا مش هلعب اللعبه تاني عشان اكون انا مريض نفسي بعد كده. يا جماعه برضو الحياه مش كده، الحياه مش مجرد ان هي رياضه وحارب، لا مش هقدر احارب كل ده، والناس يمكن ما تعرفش ايه اللي جوه. طبعا ما نعرفش. اللي جوه صعب جدا، هي كلمه انا ابطل دي كبيره كبيره جدا، وانا عارف انا مستوعبها. 21 سنه ولسه قدامك العمر ما شاء الله، على الاقل 10 سنين مش لكن قادر، مش قادر. لا ضغوطات قبل الماتش غير طبيعيه، ناس بتهددك، فانت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تقف ازاي، وكمان المشكله جايه لك من ابن بلدك، فابن بلدك هو اللي سبب لك المشكله دي. فانا قبل الحوار ده برضو كنت قلت خلاص، يعني قلت ان انا ما نخلي التنافس في الملعب زي ما رونالدو بيقول كده بالظبط بالظبط، ان انا الشغف لسه موجود والحماس لسه موجود، بس خلاص انا قلت له طب ما تيجي ناخدها كبزنس، ما الرياضه دلوقتي خلاص بقت بزنس صحيح، كلها. هو نفسه رونالدو بيقول كده. بس بعد كده خلاص من كتر الضغوطات مش قادر، مش قادر ان انا العب. طب يا جماعه العب ازاي انا خلاص؟ هو قال لي يا ابني، فانا بقول له ألذ حاجه بقى، بقول له بابايا ايه قبل الماتش، بقول له قبل البطوله كمان كان عندي اصابه والدنيا بايظه، قال لي قلت له بقول لك ايه ان شاء الله اكسب البطوله، ضحك اول حاجه ضحك، فقام ضحك لو ازاي يا ابني مش عايز يعلي سقف طموحاتك او سقف توقعاتك عشان ما بالظبط. تتضايقش. وانا بضحك انا كمان، انا اللي انا بقوله ده مش طبيعي برضه. فسبحان الله ربنا يعني اراد ان انا اكسب البطوله دي، ماتش مع ماتش مع ماتش، حتى انا مع صحابي مثلا نتكلم بعد الماتش دايما انا ايه عندي حته ايه، بس شفت النقطه دي، بس شفت ايه، بس الحكم عمل ايه، بس بعد اتكلم فنيا طبعا عادي، ما ولا اصحابي يتفاجئوا ان انا برجع تسكت بتكلم عن حاجه تانية خالص، ولا بتكلم عن طب يا ابني انت عملت ايه مثلا. الناس تكون نايمه مثلا لسه مثلا ما اتفرجوش مثلا ماتش الساعه 4 5 الصبح مثلا، ما اتفرجوش على ماتش او حاجه ونسي يتفرجوا. يا ابني انت ايه مش عوايدك يعني؟ لا زهقت، قرفت، مش عايز ما يعني ما. بس دي بقى الاراده الحمد لله اكتسبتها من النادي الاهلي، اللي هو لغايه اخر ثانيه هلعب ولغايه اخر دقيقه هلعب، مهما لقيت تيار معاكس مهما ايه ترى. وحتى البطوله دي انا قلت خلاص البطوله دي يا مصطفى ماتش ماتشه لغايه لما نشوف القصه دي هترسى على ايه، ان مش هينفع كده. وكمان مشكله ان المشاكل اللي جايه لك من زمايلك دول، زمايلك دول انت هتلعب معاهم بطولات عالم، يعني بطولات عالم جماعي، ازاي هيكون يعني انا عايز مثلا لما الناس دي تبطل اقول انا اكتسبت خبره من فلان،
اكتسبت خبره من فلان، انا اتعلمت منه كذا، اتعلمت منه كذا. ازاي تعمل معايا كده وانا لسه في اول طريقي؟ ويعني احنا يعني المفروض ان احنا نساند بعض. انت قصدك تقول كده؟ ده اللي مضايقك، مش مضايقك ان الحرب في حد ذاتها، مش مضايقني، انت مضايقك ان زمايلك في المنتخب. بالظبط. فانا ازاي انا برضو يعني الفكره كلها ان خلاص ثابت عليا نفسي في الاخر ان انا ضغط كبير جدا مش هقدر انا استحمله. وقلت له يعني يمكن بابا هو عنده حته الاراده والمكسب دي شديده جدا، والحمد لله اكتسبتها يعني طبعا النادي الاهلي اولا وكده الحمد لله هو بعد فضل ربنا. فالموضوع ابتدى يبقى يصعب عليا قوي 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 قوي. بس برافو عليك ان انت كملت وما استسلمتش. ويمكن صرختك بعد الفوز في هونج كونج، الصور احنا استغربنا قلنا يعني الصرخه دي مش هتيجي، احنا مش شايفين الضغوط دي يا مصطفى. مش مصدق والله، انا داخل الماتش مش قادر، يعني مش قادر اركز في الماتش، داخل فاينل بطوله كبيره زي دي، مش قادر اركز في الماتش مع كتر في ضغوط بره، مش عارف اركز جوه يعني. حتى وانا واصل فاينل وكمان يعني دي من هناك من البطوله صح؟ يعني انت حتى الفرحه يعني مش ده اللي هو ايه يعني، لا في تحس عارف لما واحد يصرخ او يبقى سعادته بزياده اهو يعني، لا يعني الموضوع ما كانش موضوع يعني ماتش عادي او بطوله عاديه، ده موضوع يعني انت بتقول للناس كلها انا هكسب برغم كل ده. يعني الحمد لله في الاخر، يعني انا كنت خسران الماتش ده، يمكن الناس اللي بتتفرج عليا يقول لك ده مش كان فاينل مع بولكور صح ولا مع ديجو الياس؟ ديجو الياس 2-0 نقطه المباراه كسبت، رجعت الماتش الحمد لله بتوفيق ربنا ومسكت في الماتش من اقل فرصه من اقل فرصه مسكت في الماتش. بس انا الفكره كلها طبعا الحروب اللي بره دي والدنيا اللي بره دي. بس انا كمان حتى يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، دايما حتى في السكواش كده يجي يقول لك انت احسن حته تتمرن فيها فين؟ مصر صح؟ انا ما اتمرنتش يعني انا يعتبر ما بلعبش مع لعيبه خالص، بطلت ان انا العب مع اي لعيب مصري. طب بتمرن ازاي؟ بتمرن ازاي بقى؟ انا ليا طريقتي في التمرين. ما بتمرن يعني الناس تيجي تقول لك مثلا، الناس تيجي من كامبات ومن دول ومن برازيل ومن ارجنتين ومن امريكا ومن هونج كونج عشان تيجي تتمرن في مصر. انا ما بتمرنش يعني، انا عندي يعني بتمرن طبعا على النادي الاهلي كل طبعاً يوم، كل ما اروح الاقيك كل يوم 4 ساعات قاعد جوه، بس ليا طريقتي الخاصه. بس طبعا اللي هيخش في الاسكواش قوي لازم الماتشات اللي هي المباريات بتاعت الاسبوع دي طبعاً. انا بطلت وقفت مع اللعيبه كلها، ان انا ازاي هتقدر تروح تقابل لعيب وهو بيشتكيك وبيعمل لك كده؟ انا بقول بعض برضه مش كله، في ناس اسامي، احنا في ناس حبايبي وفي ناس حبايبي واللي اشتكى ما عارف نفسه بالظبط. فانا ما بقولش كله يعني عشان بس ما اقولش ان هي حاله مؤامره كله ولا حاجه، بس هي الفكره في كده. والحمد لله ربنا بيكرمني في الاخر، والحمد لله تصنيف نمره 2 في الاخر بعد كل الحروب دي. يعني كمل يا مصطفى، كمل ولسه عندك كتير تقدمه لنفسك ولبلدك.